ورجعت البيت ودخلت الأوضة محتارة، أنهي مكان أخليه فيه عشان بسهولة أبص عليه وأكون مبسوطة؟ جنب دفتري، جنب سريري، ولا في الأرض جنب مرايتي ولوحتي المركونة؟ الأول أنظفه وهيئه وأخليه زي البنورة. يا ربي كل دي وسخة، إيه التراب والسواد اللي ماليه وفي كل حتة فيه منطورة؟ وقعدت تمسح فيه وتمسح فيه وهو ينور أكتر وعيونها من جماله كانت مبهورة. بتمسح آخر مسحة وفجأة دخان خارج منه داخل عينيها، رمته على الأرض وفركت في عيونها. بتفتح كان الدخان واصل للسقف، خافت جدا والدخان بالأوضة حاجب شوفها. فضلت تسحب في الأرض عاوزة توصل للشباك، لقت صوت بنبرة غليظة كأنه هلاك: شبيك لبيك، أنا هنا بين إيديك. قلبها وصل لزورها، بتحاول تبص من الدخان وكأن اترسم بشكل إنسان. قالت برعب: بسم الله الرحمن. لمت نفسها وعينها مبرقة: مين أنت؟ ولا أنت مش أنت؟ سمعت تاني نفس النبرة: شبيك لبيك، أنا هنا بين إيديك. وفجأة اتجسم الدخان فعلا لصورة إنسان، لونه أزرق، راسه أصلع، عنده قرون زي العفريت اللي كنت بتخيله في قصة نبينا سليمان، واقف ممدود براسه مرفوع واصل للسقف. كلمني وقال: شكرا ليك يا إنسان، خرجتني من الحبس أوام، أنا جوه بقالي سنين ومش عارف كام. يلا كفاية عليك، بكرة نكمل، أنا لازم وقتي أجري أنام.